هذا ليس دكانا للبيع، وهؤلاء ليسوا عاملين هنا، بل متطوعون لجمع ما تيسر من مواد تموينية من متبرعي حي ألوتشي جنوبي مدريد. يجتمع الأهالي كل صباح للتبرع بما تيسر من طعام وشراب إلى جمعية جيران ألوتشي، والتي تقوم بدورها بعملية توزيع منظمة في أوقات محددة أسبوعيا على الفقراء. أليخاندرا الطالبة في كلية العلوم تأتي رفقة صديقتها لجلب المعكرونة للمركز، تحدثنا عن دوافعها. أعتقد أنه يوجد أناس لا يهتمون، وهناك أناس يفكرون فقط بأنفسهم، لكن بشكل عام الخير موجود لدى الناس. أعداد المحتاجين للطعام والشراب زادت منذ خسارة مئات الآلاف أعمالهم بسبب وباء كورونا كما تشير التقارير، وهو ما دفع بعض المنظمات لإطلاق حملات خيرية لمساعدة الفقراء. نوزع مساعداتنا السبت والأحد، وفي بقية الأيام نستقبل تبرعات الأهالي. نساعد ما يقارب 900 عائلة أسبوعيا. أزمة اقتصادية تحدث عنها البنك المركزي في أحدث تقاريره، وقال إن الناتج الإجمالي سيتراجع إلى نحو 12%. ولفهم عمق الأزمة تحدثنا مع الصحفي المختص بالشأن الإسباني عدنان الأيوبي. الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها إسبانيا هي الأخطر خلال 80 سنة الأخيرة، ومن الممكن أن تستمر إلى 3 أو 4 سنوات. على الرغم من جميع حزم الإنقاذ التي أقرتها الحكومة، فإن أثار تراجع الاقتصاد الإسباني أوصلت أكثر من 6 ملايين إسباني إلى خط الفقر كما تقول التقارير. لم تكد إسبانيا تخرج من أزمة العقارات عام 2008 حتى دخلت في أزمة أشد قسوة من سابقتها بسبب تداعيات جائحة كورونا، لكن الجميع هنا يعول على دعم الاتحاد الأوروبي للبلاد للخروج من أزمتها. معاذ حامد، العربي، مدريد.